التمليلية المغربية التي تحتلها إسبانيا والواقعة في شمال إفريقيا إحدى الأبواب الرئيسية للهجرة الغير شرعية، حيث يقوم الآلاف من الحراجة أو المهاجرين الغير شرعيين غالبيتهم من دول الساحل الإفريقي بالعديد من المحاولات لدخول المدينة رغبة في المرور إلى أوروبا هربا من الأزمات والحروب والفقر الذي يخيم على بلدانهم وأملا في العيش الكريم بالدول الأوروبية. ونتيجة لتصاعد محاولات المرور إلى مليليا بطريقة غير شرعية، أقامت السلطات الإسبانية سياجاً بارتفاع 7 أمتار على طول حدود المدينة المحتلة بين المغرب ومليليا، وتزويده ب48 كاميرا للمراقبة، ويقوم بمراقبته ليل نهار نحو 60 عنصراً من الحرس المدني الإسباني. مهمتنا كحرس مدني في هذه المساحة هو مراقبة طول الوقت الجهة الأخرى من السياج، ومحاولة تحديد جماعات المهاجرين التي قد تقترب منه. في مركز المراقبة كل تحرك مشبوه حول السياج تلتقطه كاميرات المراقبة، حيث يقوم عناصر الحرس المدني بالاتصال بدوريات الحرس الأخرى وإعلامها، وتم تسجيل نحو 3000 محاولة عبور منذ بداية السنة، 77 محاولة منها تم إفشالها، ليعود موضوع الهجرة السرية إلى واجهة الأحداث بين المغرب وإسبانيا بعدما نجح قرابة 300 مهاجر إفريقي في التسلل إلى مدينة مليليا المحتلة. بين لحظة وصول الإنذار، سواء إنذار أحدثته ضربة أو انقطاع في الكاميرات الليلية، تصل الدوريات إلى عين المكان، يتم ذلك خلال دقيقة ونصف إلى دقيقتين بالتقريب. ويحبذ المهاجرون الغير شرعيون كثيرا التسلل إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين للعديد من المزايا، أولها قلة الأخطار في هذه العملية عكس ما يحدث في البحر، أين يلقى المئات من المهاجرين غير الشرعيين مصرعهم غرقا نتيجة لخطورة وصعوبة عبور البحر المتوسط. وأهم تلك الامتيازات خضوع المدينتين للقانون الأوروبي، حيث لا تقوم السلطات الإسبانية بطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، بل تقوم بنقلهم إلى التراب الإسبانية ما يمكنهم من الالتحاق بمختلف الدول الأوروبية. عمر شاب من دولة مالي يعيش في سبتة بأحد مراكز الإقامة المؤقتة التي تكتظ بالمهاجرين غير الشرعيين، هدفه الانتقال إلى الجزيرة الإيبيرية ومنها في يوم ما إلى بلد أوروبي. لمغادرة غرور والمجيء إلى القرية تطلب منا ذلك 4 ساعات مشيا على الأقدام، 4 ساعات من الوقت إنها ليست بعيدة. يوم جئنا كان لنا الحظ وتجمعنا، اليوم نشكر الله. هي أوضاع مزرية يعيشها كل مهاجر سري يحاول المرور بطريقة غير شرعية إلى مدينة مليليا المحتلة.